أكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى السيطرة كليا على الحريق الذي اندلع مساء أمس في وحدة إنتاج الكيروسين في مصفاة ميناء عبد الله. وقال العيسى إن فرق الإطفاء في الشركة عملت مع الحريق فور حدوثه وتطويق أي آثار جانبية للحادث، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابة بين العاملين في الوحدة. هذا وتجرى حاليا عملية تقييم حجم الأضرار والخسائر، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.